أهلا بكم من جديد. والتسمم الغذائي، الأسباب والعلاج، فقرة معنا بكم اليوم في ملف اليوم الصحة والرياضة مع الدكتورة ريم عبد الجليل طبيبة عمومية. مرحبا بك. صباح الخير. الله يعافيك. صباح النور. مرحبا بك دكتورة. وبداية الحديث حول التسمم الغذائي بيكون مختلف جدا. في ناس كتار جدا يقول لك يا أخي أكلت في المطعم الفلاني أو امبارح تعشيت عشاء ثقيل والصباح أنا صبحت بتسمم أو في الظهر يعني. نتعرف برضو على التسمم الغذائي بشكل مباشر، الأسباب والأشياء اللي ممكن تسهم فيه بشكل مباشر. التسمم الغذائي ذات نفسه، يعني احنا كلنا عرضه للتسمم الغذائي سواء من داخل المنزل او نتيجه انه احنا نكون اكلنا في مكان خارج المنزل. التسمم في حد ذاته كتعريف للناس عشان تعرف اصلا التسمم هو عباره عن شنو، هو عباره عن حاله مرضيه بتجي بصوره مفاجئه للشخص، بتجي خلال ساعه ممكن لحد يومين او ثلاث ايام، بيتعرض لها شخص واحد او مجموعه من الاشخاص بيكونوا يتناولوا وجبه معينه. ممكن شخص واحد او مجموعه من الاشخاص. اكثر الناس عرضه ليه هو عاده الناس اللي بتكون مناعتهم او منظومتهم المناعيه ما اكتملت، زي الاطفال، كبار السن، الحوامل، المرضعات، هم من الناس اللي اكثر عرضه للتسمم. فده هو التسمم في تعريف مختصر يعني. طيب بالتاكيد هو عنده انواع أكيد. التسمم نفسه، كلمينا عن انواع دي دكتوره ريم. التسمم عنده أنواع فعلا. التسمم في حد ذاته بيجي نتيجة طعام ملوث، صح؟ الطعام الملوث ده يلا التسمم ذاته ثلاث أنواع. ممكن يكون تسمم مايكروبي نتيجة طعام ملوث بميكروبات، جراثيم، طفيليات، مواد سامة، حاجات زي دي يعني. ده التسمم الغذائي المايكروبي. في التسمم الغذائي الناتج عن السموم اللي بتفرزها الميكروبات، يعني مش نتيجة الميكروب ذات نفسه هو اللي سبب التسمم، لا، اللي سبب التسمم بيكون سم ناتج أفرزه ميكروب معين. ده هو التسمم ناتج عن السموم اللي بتفرزها الميكروبات. في تسمم غذائي غير ميكروبي، ده بيكون نتيجة شنو؟ نتيجة مثلا المواد الكيميائية في المبيدات الحشرية اللي بيرشوا بها المزارع، في الخضار، في الفواكه، ده هو بيكون نتيجة المواد الكيميائية. بتسبب الأشياء دي بشكل مباشر. ده غير مايكروبي. طيب برضو في كلام كثير جدا إنه والله يا أخي الأطعمة أحياناً زي ما ذكرتي من خلال إنها بيكون فيها ميكروبات وفيها جراثيم وما شابه، لكن الناس بيقول لك والله أنا أكلت أكل نظيف يعني في البيت مثلاً برضو حصل لي تسمم غذائي. لا، ممكن يكون أكل نظيف بس أنت ما بتضمن إنه ما بيكون فيه بكتيريا. بكتيريا هي سبب. طيب يعني 80% من حالات التسمم سبب بكتيريا، بكتيري. فده هو السبب الأساسي يعني ممكن يكون البكتيريا. طيب قد تكون في مائدة بتاع الطعام ضمن عدد من الناس، لكن في شخص واحد هو اللي تسمم، صح؟ السبب شنو؟ أول حاجة ممكن يكون الشخص ده مناعته ما زي مناعة باقي الأشخاص. أو تحسسه للطعام اللي أكله ذات نفسه بيختلف، الحاجة دي من شخص لشخص. يعني ممكن شخص يكون بيتحسس من الطعام ده والأشخاص الباقيين عادي بيأكلوه، أول مرة هو يأكل الوجبة دي، أو نتيجة إنه هو أساساً مناعته أقل من الباقين، يعني عرضة أكثر للإصابة بالتسمم. يعني قد يكون الأكل هو تحديداً فيه مشكلة، لكن البقية إنهم مناعتهم كويسة. أيوة، يعني ممكن أنت هسي بتسمعي في ناس بتلقيهم بيأكلوا من أي مكان وأنت تجي تأكلي من نفس المكان ما تتسمم، يعني يحصل تسمم بس باقين ما يكون حصل لهم أي حاجة. يلا ديل بيكونوا أساساً يعني مناعتهم خلاص بقت بتحميهم من انهم يصابوا بالميكروبات. طيب التعامل كيف في حالات زي دي؟ يعني انا عارف والله انه يا اخي انا باكل مع الناس بقول لك باكل مثلا فته واكلت سلطه او اشياء زي دي مختلفه. فواحد يقول لك والله انا لو اكلت عارف روحي حيجيني تسمم، حيجيني تسمم. طيب في بدائل ممكن تحصل؟ في ناس بقول لك والله في حبوب استباقيه او في اقراص استباقيه بتبلع احيانا. يلا انت قصدك الوقايه كيف صحيح. يعني؟ طيب الوقايه دي بتتم عن طريق نقاط كثيره. طيب مثلاً في حاجات بسيطة ممكن الناس تعملها في البيت. طيب يعني مثلا الأكل أول حاجة يحافظوا على نظافته طبعا أول حاجة، ونظافتهم هم ذاتهم يعني النظافة الشخصية للشخص ذاته أثناء ما هو بيعد في الطعام، نظافته الشخصية يعني شنو؟ يعني تقليم الأظافر، الحاجات زي دي. الأكل ذات نفسه لما يجي يعده لازم يتأكد من أنه نظيف. طيب دي نقطة. النقطة الثانية، في مواد ممكن تستخدم داخل الطعام، يعني تضاف للطعام تحمي. ايوه بتحمي من التسمم اللي بيحصل من الغذاء، زي الزنجبيل، زي الليمون، الزعتر، الكمون، الكركم،
البابونج، في حاجات كثيره ممكن تضاف. طيب جزء من اللي هي بهارات، احيانا في ناس بيكون عندهم معاهم مشاكل يعني خصوصا مرضى المصران يعني او المشاكل بتاعت المشاكل في المعده الجهاز الهضمي، يعني البهارات دي برضه بتسبب احيانا تسمم يعني بنسمع الكلام ده. صعب على حسب اذا هي فتره صلاحيتها او تخزينها كان سيء، ايوه ممكن تسبب حاجه زي دي. لكن في بعض البهارات مفيده يعني للناس، زي الكركم اكثر حاجه معروف، هو ماده معقمه في الاساس. الليمون طيب من الحاجات اللي ممكن برضو تكون بتساهم في امتصاص الجراثيم والحاجات من الاكل قبل ما الجسم يمتصها. والحلبه برضو بالنسبه الحلبه دي حاجات يعني هي اكثر حاجه ممكن تكون ما لها اثر سلبي على صحه طيب. الانسان في تسمم قد نلجأ له زي ما قال عمار لحاجات في البيت تكون موجوده، وفي تسمم بيحتاج لغسيل. بدايه عايزين منك دكتوره ريم تورينا كيف بيحصل الغسيل، غسيل المعده. نعم طيب اذا انسان جاني مثلا بتسمم في المستشفى، اول حاجه بنعمل له لازم العلاج او الغسيل اللي هو مصطلح يسمى الجاستريك لافاج، الغسيل اللي هو غسيل المعده او ضخ المعده. اول حاجه لازم يتم بسرعه، يعني انت بعد ما تاكدت بالتشخيص الكلينيكي اللي هو لما يجيك تشوفه عليه اعراض معينه للتسمم. شنو الاعراض؟ الاعراض اللي هو بيجيك اول حاجه بالم حاد وتقلصات في المعده والامعاء، بيقول لك انا عندي مغص شديد. طيب بيجيك بقي، غثيان، اسهال، مع ممكن يكون مصحوب بارتفاع في درجات الحراره او ممكن يكون غير مصحوب بارتفاع طيب. في درجات الحراره بيختلف على حسب كميه الغذاء اللي اكله او المسبب للتسمم اساسا. دي طيب. هي الاعراض دي الاعراض. طيب التعامل اللي هو سؤال رويده، الغسيل الغسيل بيتم عن طريق، اذا في المستشفى حيتم عن طريق ادخال ضخ كميه من السوائل الماء المعقم الدافئ عن طريق انبوب بيدخل عن طريق الانف او عن طريق الفم لحد ما يصل المعده، ويتاكدوا انه يصل المعده ما مشى عبر مجرى الهواء. تضخ كميه من السائل ده بسرعه طيب، وتشفى من ممكن من 500 ل 800 مللتر. بعدين يتم شفطها مره ثانيه وتفريغها وهكذا لحد ما يتاكد انه المعده نطفت من السموم اللي دخلت اساسا. ممكن العمليه دي تستمر كم فتره بعد كم؟ يعني على حسب لحد ما يتاكد، يعني ممكن انت دخلت كميه من السائل ده وطلعتيها مرتين ثلاثه بسرعه تتم. طيب في خلال بيقول لك ماكسيمم ساعه من زمن ظهور التسمم او التحقق من انه حصل التسمم. طيب مدى يعني كيف ان الدكتور بيقدر يعرف والله في اللحظه دي المريض مدى قدره استحماله للعمليه بتاعت الغسيل؟ الغسيل طبعا ما مع كل الناس، يعني في ناس كبار سن، في ناس بيكونوا اطفال، في ناس الاطفال عندهم غسيل بمحلول معين بيكون مضاف له نسبه من الاملاح لانهم اكثر ناس عرضه لما انت تدخل السائل وتطلعه بينزل عندهم معدل الصوديوم. طيب فعشان كده بنديهم محلول بيكون ملحي متوازن، يعني ما زي الناس الكبار. لكن في ناس بيكونوا مثلا عندهم اسباب بتمنعنا من الغسيل عن طريق الانبوب ده، زي شنو؟ زي ثقب المعده. الناس اللي عندهم مشاكل في الجهاز التنفسي، الناس العرضه للنزيف المعوي، عرفتها؟ فديل ما بنقدر ندخل لهم الانبوب، ديل عندهم بديل اللي هو انك انت بتديهم حبوب الفحم او الكربون النشط، ديها لهم عبر الفم. هي دي ماده معروفه انها يعني مركب مساحته واسعه بيمتص كل السموم من المعده بسرعه قبل ما الجسم يمتصها. وهي سريعه وزيها زي الغسيل واحد. ايوه سريعه دي هي المفروض. البديل ايوه دي هي البديل لشخص. طيب اذا هي بديل واسهل من كل يوم كله احسن من الغسيل مدام في اسهل فيه يعني حبوب مباشره طبعا هي طبعا الانبوب نوع ما مخيف يعني. مخيف يعني صعب الغسيل بقى. يعني الغسيل احنا بس عشان بنشوف بنضمن ان احنا دخلنا السائل وطلعناه لحد ما بقى نظيف مدام الانسان جسمه بيتحمل وما عنده مشاكل. الحبوب في حاله نلجأ لها في حاله انه الشخص يكون ما عنده القدره ان احنا ندخل له الانبوب. طيب في ناس برضو ما عندهم المركز او المستشفى او المستوصف اللي فيه بيتم الغسيل، قد يكون صح. في مناطق نائيه والتسمم بتاعهم يحتاج لغسيل صح. يعني ما محتاج الحاجات اللي قلناها في البيت ممكن نعمل لهم انت لهم زي حاجة. الغسيل اللي في المستشفى يعني بيحتاجوا لانه يكون في غسيل التسمم بتاعهم كبير محتاجين لغسيل. ايوه ايه اللي يعملوا شنو ده زي ديل بيكونوا بعيدين طبعا عن المستوصف او مركز انت قصدك. في لازم يكون في البيت مثلا يكون في شخص يقوم يعمل الخطوات التاليه، يحضر كميه من الماء يغليها لحد ما يتاكد انها يعني اقصى درجات الغليان. طيب يضاف لها ملعقتين من الملح او الحاجات اللي ذكرتها حسب الموجود عنده في البيت، ليمون، زيت قرنفل او اي حاجه من الحاجات المعقمه اللي انا ذكرتها هذه. بعدين يقعد الشخص اللي هو ظهرت عليه ورقه تسمم لازم يكون قاعد ويتنيه اللي قدام شويه، يعني يقعده
سوريكيت يكون شبيهه بعمليه الاستفراغ. ايوه بعد ذاك هيخليه يشرب كميه من السائل ده بسرعه، يدخل له كميه من السائل. طيب بعدين الشخص نفسه ممكن بيده اليسار يضغط على معدته او الشخص اللي معاه، وبعدين لازم يرجع كميه السائل اللي دخلت عن طريق الشريبة. بيقولك ايوه ممكن هو يدخل اصبعه او الشخص هي عمليه أيوة. غسيل. هي الفكره كلها انه انت لازم تفرغ المعده من السموم اللي دخلت لها. دي هي الطريقه البديله. طيب احيانا بنسمع بعادات كثيره جدا في التعامل مع حالات الغسيل او حالات التسمم داخل المنازل او في المناطق النائيه، يعني بيقول والله في ناس بدهم الفلاجين من غير ما يكون في فحص للطبيب، في ناس برضو بيتعاملوا مع الليمون، في ناس والله موية الملح، في كلها ناس صحيح. صحيح. هل في عادات أخرى ممكن تكون ضارة أكثر منها تكون شافية؟ ما في عادة ضارة، لكن ممكن يكون الحالة الوحيدة ممكن تضر إنه الشخص ما يعرف إنه ده تسمم. لأنه في ناس بيتلخبط عليها الحتة دي، ده تسمم ولا ما تسمم. في ناس بيقول لك لا ما في حاجة أنا ما همشي المستشفى. لا لازم يعني دي الحتة أصلا هي ممكن إحنا تضر الشخص إنه ما يعرف إنه أصلا ده تسمم. طيب استخدام الفلاجين صحيح طوال يعني؟ طبعا ما صحيح طوال. احنا دائما يعني عندنا خبره كده اكثر من حبتين وثلاثه. الفلاجين بيقتل البكتيريا صح، لكن برضو انت لازم تتاكدي اول يعني انه ده تسمم ما تسمم. هو كحاجه واقيه ايوه يعني هو مفيد. طيب بينصح بكم حبه؟ في ناس بياخذوا اكثر من حبه يعني. لا طبعا حبات. لانه كمان انت لو هو اخذ اكثر من الجرعه الحبه، طيب حبه واحده حبه اخذ اكثر من كده ممكن يعرض نفسه كمان لنوع ثاني من التسمم اللي هو التسمم الدوائي. صح، نتيجة زيادة الجرعة. ايوه احنا عايزين ننشر الثقافة دي لانه احنا عندنا اطباء بيجوا بالخبرة في البيوتات السودانية يعني. صح، ودير في اطباء بيجوا يخشوا جوجل كمان الان. ايوه صح، يعني بيجوا بيستخدموا الفلاجين وانواع من الادوية للمعالجة من غير ما يمشوا. صح، لا يعني انا غايته بشوف انه الناس اول حاجة تتاكد انه ده تسمم ولا لا. الفلاجيل او اي دواء ثاني ممكن يستخدمه الانسان، الفلاجيل انا ما بقول انه هو كعب، ايوه هو بيساهم في قتل البكتيريا، لكن برضه ما بالطريقه المفترض تحصل للتسمم، يعني العلاج التسمم ذات نفسه. فانا بنصح انه زول اقرب مركز له يمشي احسن عشان يخلص نفسه من اثار التسمم، او يتاكد هو شيء انه ده تسمم ولا مرض ثاني، لانه في اعراض ممكن تتشابه مع امراض اخرى. يعني القيء، التقلصات، الحاجات دي ممكن زول يخلط مثلا ما بين التسمم والملاريا. ما بين التسمم والتيفود، صح؟ فاول حاجه يلجا لاقرب مركز. دي اول حاجه. او انه اذا خلاص يعني ظهرت عليه اعراض التسمم كلها يعمل البديل اللي انا قلته في البيت عن طريق انه يشربوا سوائل ويحاولوا انه بقدر الامكان يفرغوا المعده. طيب دكتوره، في اصحاب مرض مزمن احيانا مثلا زي السكر الضغط، هل التسمم ممكن برضه يسهم في انه ارتفاع الضغط او السكر او انخفاضه والتعامل مع يعني الامراض اللي زي دي يعني بشكل مباشر؟ من اعراض التسمم الممكن تحصل انه الشخص بيكون مهبط، يعني بذات الناس الضغط، لانه بيحصل زي هبوط عام في الجسم، الجسم بيحاول انه يتخلص من السم ويدافع عن الجسم، فممكن يحصل لهم الهبوط ده. بالاضافه لانه انا لما اكون عملت له غسيل سواء في البيت او في المستشفى، طيب خليه يتخلص من السموم وفي نفس الوقت يفقد كميه من السوائل. صحيح. طيب ده بيعمل لنا هبوط برضه في الدوره الدمويه، في الضغط، في السكر بشكل عام. عشان كده لازم يقول لك بعد الغسيل التعويض السريع، التعويض السريع للشخص بالسوائل اما عن طريق الفم او عن طريق الوريد. بالاضافه لانه المفروض ناخذ عينه من القيء او من البراز بحيث انه نتاكد من الميكروب هو شنو عشان نديه المضاد الحيوي المناسب له. صح، والتعامل أيوة معه. ايوه عشان نقضي على المسبب. نعم. طيب دكتوره ريم، دي كانت منك نصائح للناس اللي يسبب لهم التسمم اصلا وانواعه وكيف التعامل معه، لدرجه انه حتى ممكن اذا عملت يعني تعالج في البيت نمشي المستشفى نبدا في الغسيل. صح، مباشره. نحن عاوزين منك نصائح خصوصا للناس اللي قلتي عندهم مشكله في اصلا هم في انهم يعني اقل المناعه عندهم اقل من الناس اللي بيكونوا موجودين زي ما قلنا بيتلموا في وليمه واحده واشخاص معينين هم اللي بيتصاب. الناس اللي عارفين روحهم هم مناعتهم اقل من الناس البقيه، وثقافه الاكل يعني كيف احنا ننظفها وكده عشان ما يكون عندنا تسمم يحدث لنا. طيب اول حاجه الشخص يعني عارف نفسه انه هو مناعته ضعيفه او انه لما يمشي ياكل من مكان او في البيت بيصاب اكثر شخص عرضه للتسمم، لازم يتبع خطوات معينه. يعني مثلاً اول حاجه انه ما يجي ياكل من اي طعام مكشوف او معد بطريقه غير صحيحه سواء في البيت او في مكان خارج البيت. دي اول حاجه. رقم 2، التسمم مش بس ممكن ينتج عن انك انت اكلتي حاجه، ممكن يكون اشترى منتج معين متاكد من تاريخ صلاحيته وتاريخ يعني التاريخ الانتهاء بتاع المنتج. لازم يكون بعين بالذات في المواد الغذائيه ذات الصلاحيه المحدوده. طيب دي حاجه.
في نقطة الناس كثير ممكن يكونوا ما عارفينها، اللي هي اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة. كل الناس يعني إحنا ناس عارفين، أنت مثلا عندك لحمة أو دجاج مجمد في الفريزر، لما تطلعه بتخطه على أساس أنه يفك من أيوة يفك. دي أكبر غلطة الناس بتعملها. ممكن تسمم، ممكن تؤدي لتسمم في المنزل جوا. ليه السبب شو؟ السبب أنه الطريقة الصحيحة أنه تنزلها من الفريزر تخطها في الرف السفلي للتلاجة تحت، مش تطلعها برا خالص. هم الناس بتفتكر عشان درجة الحرارة أقل، لا بيقول لك تخطها في الرف السفلي من الثلاجة على أساس إنه ما تخطها فوق، عشان أول حاجة لو دابت ما تنقب في باقي الأكل السوائل بتاعتها. الحاجة الثانية لما أطلعها برا درجة الحرارة الدافية برا أكتر هي وسط مناسب للتكاثر الجراثيم دي ذاتها في اللحوم دي. عشان كده دي طريقة الإزابة الصحيحة. فالزول الناس كلها مفروض تتبع النقطة دي، يعني أديها بالراحة بالراحة من تجميد للثلاجة لحد ما تفك تماما. ايوه بعدين تطلع برا درجة الحرارة الاكبر. ايوه تدريجيا. احيانا برضه بنلاحظ انه في ملاحظات بتكون مكتوبة انه على اللحوم المجمدة يعني بشتى انواع، يقول لك تطبخ وهي مجمدة، في نصائح بتقدم احيانا. ايوه دي معناها لا، يعني دي ما محتاجة انه انت تخلي فترة ما بين التجميد لحد ما تعرضها للحرارة ومن التجميد للحرارة العالية. المشكله هي في الفتره في النص بتاعه الحراره الدافيه دي هي اللي بتؤدي لتكاثر الجراثيم. طيب هل قبل ما انا اتناول وجبه معينه في شيء ممكن يقيني من التسمم؟ في حاجه ممكن اعملها؟ يعني انا عارف انه والله اكلت شطه او ما شابه كده ممكن سبب لي مشاكل المعده، لكن تسمم واسم كبير جدا وشيء مخيف يعني ممكن يكون حريص يؤدي للوفاه احيانا. اكيد اكيد في حاجه ممكن تكون واقيه للتسمم. ممكن انه تستخدم حاجات معينه تضيفها للطعام بتاعك. الليمون مثلا. الليمون مثلا طيب بالذات في الاطعمه بتاعت الاسماك. اسماك الجمبري صح. الحاجات دي الليمون منتشر. معروف. وخل التفاح الحاجات اصلا فيها مواد حافظه الحاجات ايوه زي السردين المعلب. نعم. التونه يضاف لهم الليمون خل التفاح، يعني الحاجات دي هي ممكن تقيك بصفه كبيره من الميكروبات اللي ممكن تكون في المعلبات دي بالذات، لانه المعلبات دي اكثر حاجه بيحصل فيها تكاثر الميكروبات اللي قلت بتفرز سموم وتؤدي لأمراض قاتلة في النهاية، والشلل الجزئي والشلل العام ومشاكل في الجهاز العصبي. ممكن التسمم يؤدي للوفاة؟ أكيد، يعني في التسمم بيكون نتيجة السموم اللي قلت بتفرز عن طريق الميكروبات. دي بتكون أكتر حاجة في الأطعمة المعلبة والمحفوظة في درجات حرارة غير مناسبة لها. هو ميكروب لا هوائي، يعني ممكن ينمو داخل العلبة. بنعرف أعراضها كيف، تلقى العلبة انتفخت أو لما تفتحها بيكون رائحتها كريهة. صحيح. إذا الشخص أكل الحاجة دي بيتعرض للسموم أفرزتها الميكروبات دي، بتأدي لمرض يسمى البوتوليزيوم اللي هو بيكون مشكلة في الجهاز العصبي، بيؤدي إلى شلل جزئي أو عام والوفاة. يعني أيوة في تسمم ممكن يكون حاد يؤدي للوفاة، فالناس لازم تكون مركزة شديد مع الأطعمة المعلبة بالذات أكتر حاجة. يعني تسمم البكتيري أو الميكروبي ممكن الشخص يلحقه، بس التسمم عن طريق السموم صعب جدا. شكرا للدكتورة ريم عبد الله محمود عبد الجليل، سعيدة جدا بالحديث معك حول التسمم الغذائي، والناس برضو رويدة مفروض تقي بشر التسمم بهذه المعلومات المفيدة والقيمة. بالتأكيد. شكرا لك دكتورة ريم. العفو. سعدنا بك جدا. أنا لا أسعد. تسلم. دي كانت فقرتنا الطبية مع دكتورة ريم عن التسمم الغذائي، الأسباب والعلاج والنصائح اللي قدمتها لنا. فاصل ونواصل فقرة صباح السودان. لكم معنا.